نظم برنامج إكسبو لايف جلسات حوارية لمناقشة المشاريع التي تم اختيارها للمرحلة النهائية من الدورة السابعة لبرنامج إكسبو لايف العالمي للابتكار، وهي المرحلة التي تسبق الإعلان عن الفائزين بالمنحة المالية لهذه الدورة والتي تصل إلى 100,000 دولار أمريكي. طبعا أحد المشاريع المشاركة بالمسابقة توفر حلا بيئيا لتعبيد الطرقات، وبتحول بذور التمر إلى خرسانة بديلة عن مادة الإسمنت. نتابع. مشروع ديت كريت أو مشروع خرسانة التمر هو مشروع يأمل بأن يستبدل الخرسانة التقليدية. مشروعنا هو عبارة عن نوى تمر مطحون يتم دمجه مع مادة لاصقة، وبصير عندنا ماتيريال نسميه سيمنتيشس أو مثل الإسمنت، وممكن ممكن واحد يعمل عديد من الأشكال فيه، أو ممكن يستعمل فيه مثلا كمادة بناء، أو ممكن يستعملوه كمادة تصميم وإلى آخره. نأمل طبعا الاستبدال الإسمنت التقليدي، لأن الإسمنت حوالين العالم مسؤول عن إنتاج 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. نواة التمر كمادة خصائصها قريبة جدا من الخشب، يعني والمعامل اللي تعمل مثلا لمعامل التمور اللي تنتج مثلا عجوة من التمر، كل هالمنتجات تتخلص من نوى التمر بالضبط. فإحنا فكرنا الموضوع هذا كأنه تتخلص من خشب، تمام؟ فلو هاي المادة شبه خشبية اللي يتم التخلص منها ودمجها مع لاصق مناسب، ممكن تصير قوتها وحسب الفحوصات اللي تم عملها في المختبر هي أقوى من الإسمنت وأيضا أخف من الإسمنت في الوزن.